طيب نفس السؤال بيقول انه اكتب برنامج لإدخال رقم وطباعة إذا ما كان الرقم موجب أو سالب أو صفر. زي ما حكيت لك دائما لما اقول لك رقم يبقى خلاص بدك تفترض انه هو انتجر الا اذا انا ذكرت لك انه رقم عشري. تمام. هنا طباعه الرقم اذا ما كان موجب او سالب او صفر، فبالتالي هنا بدنا ندخل الرقم حولناه لانتجر. هنا بدي افحص اذا الرقم اكبر من صفر ساعتها بطبع بوزيتيف. حكيت انا بلزمني الس ولا الف؟ ليش؟ ايش السبب؟ عشان تكون فاهم. حكيت انا حطيت هنا اكبر من الصفر، اكم حاله باقي الالس؟ اكم حاله باقي؟ تنتين اللي هما ايش؟ الاكبر من واليساوي. انا بدي كل واحده على حده، فعشان هيك لازم احط الس مع اف الف. فبقول هنا الف انه النمبر هذا كان اقل من الصفر ساعتها بيكون هجيت. لما احكي إلس ايش الحالة الباقية غير الحالتين اللي فوق؟ مش اكبر ولا اصغر، يبقى بيساوي. تمام. بحط زيرو هنا equal to zero. في منكم بروح بعمل زي هيك الف كان النمبر هذا بيساوي صفر، بمشي الحال صح، ولكن لماذا كل هذا العذاب؟ انت بتقول له مش اكبر ولا اصغر، يبقى ايش يساوي؟ يبقى يساوي، يبقى يساوي صفر. ليش انت تحط له اياها في شرط اضافي؟ يبقى إلس تحمل هذا المعنى. ليش تغلب حالك؟ من ناحيه صح هو صح. الموضوع مش انه انت سؤال انه انت بتحله يا استاذ صح يبقى خلاص. لا، المهم انه انت تكون فاهم ايش معنات إلس. إلس انه غير الحالتين اللي فوق، غير الاكبر وغير الاصغر. تمام؟ فبالتالي هنا لما ندخل رقم هنا 13 او 12 هذا بوزيتيف، ادخل مثلا ناقص 34 هذا نيجاتيف. طب لو دخلنا صفر بيطبع لي ايكوال تو زيرو. فالثلاث حالات هذول، فما دام ثلاث حالات يبقى اف الف الس. خلي بالك زي هيك. تمام؟ واضح يا شباب؟